نرحب بكم على شاشة تلفزيون لبنان، ونقدم لكم الآن برنامج ألبوم الأصالة، إعداد وتقديم روبير فرنجي وإخراج بسام خويري. ونتمنى أن تتمتعوا بهذه الحلقة كمعظم الحلقات.
مثل خير من تلفزيون لبنان، مثل نور من مسرح كازينو لبنان، أصيلة ألبوم الأصالي الليلي بنت التلفزيون وبنت البواب اللي انفتحت لها كل الأبواب. على كرسي تلفزيون لبنان بربط الفقرات قديش شفنا، قديش غرست بوجداننا بسمة صغيرة هي وعم بتقول والآن حان موعدكن مع الرسوم المتحركة للصغار ومن يشاء من الكبار. مثل ما بتقول بأحدى مقابلاتها، حست الكرسي جامدي وحست التلفزيون بهالوظيفة يأس، وهي اللي أحلامها كبيرة كبيرة، أرادت إنه يشتد الحلم ويصير حقيقة. من كرسي التلفزيون انتقلت إلى كراسي أخرى، إلى الدراما اللبنانية، إلى السينما اللبنانية. هونيك الملعب أوسع وأرحب، وقدرت تعمل اسم مثل ما هو على بطاقة الهوية، اسم بالنجومية، اسم بعده لليوم بتردد صدى من تلفزيون لبنان إلى كل العالم. ومن ضمن منجزات المسرح الغنائي وهي كثيرة جدا، عرفت الأغنية العربية أغنية الدقائق الثلاث، ففي الوقت الذي كانت فيه الأغنية العالمية تنحو هذا المجال، كانت الأغنية العربية لا تزال تعتمد على التطويل، وطبعا كان لابد من قفزة نحو الصواب والتطور، وهكذا حصل. ضابط باسل وفارس رائع رائع رائع، ألعاب الفروسية مذهلة، ليتني أصبح مثله. أراك مهتمة جدا بهذا الفارس. إنه فارس وسيم وباسل. قدمي له مكافأة. معقول هذا؟ أية مكافأة؟ يستأهل المكافأة. أنت أيضا أعطيه خاتمك. افعلي مثلي، هيا لا تترددي. قل له مثل ما قلت للمطرب الكبير. ولكن هذه مخاطرة كبيرة. اذهب إليه. حاضر. إلسي فرنيني مساء الخير. مساء النور، ميرسي كتير على هالمقدمة الحلوة. تستاهلية بنت التلفزيون، تسلمي. عامل برنامج ألبوم الأصالة، وأنت كمان صحافي أصيل وإنسان أصيل. أنا بفتخر بصداقة بيتكم إلسي، جورج، يورغو، نديم، حتى حوارته لما عمل فاميليا، لما عمل تجربته. هالأسرة اللي أعطت الدراما اللبنانية، اللي أعطت الفن برقي بجمال. اليوم رديناك على هالكرسي اللي هي كانت من كراسيك بتلفزيون لبنان اللي قعدتي عليها. أسعد الله مساءكم. أيام النحوي، أيام الفصحى. الفصحى جرتي بسرعة، ما طولتي بالك. من الأساس روبير أنا كان عندي هالشغف بالتمثيل من وراء مسرحيات المدرسية، يعني صحيح. فتت على مدرسة السيتي آي، ما كان عندي فكرة في شيء اسمه تمثيل. يعني بتعرف أجواءنا العائلية كانت بعيدة، صحيح. يعني حتى التلفزيون ببيتنا كان أكتر شيء دور على الأخبار يعني، وعلى السهرات اللي فيها حوارات. نعم. ما كانوا أهلي مع الأفلام ومع هالقدي نعم. الأشياء الفنية كانوا يخافوا علينا، ما بتعرف يعني أنه نصير نتعلم أشياء هني ما بدهم ايانا نتعلمها. نعم. تلفزيون شيء يعني عالم واسع، صندوق فرش فيه متحرك، الاشياء الحلوه والثقافيه والمرتبه، وفي اشياء شوي يعني حتى بهذيك الايام بالافلام خاصه. نعم.
فيها شوية جرأة. نعم. فكانوا هيك حاميننا من بهالطريقة هاي. بس التمثيل كان نوجد بحياتي أول سنة فتت فيها على مدرسة. رح نحكي عن التمثيل المدرسي، ما رح نحرق المرحلة. بس قبل خليني أقول إلسي إنه بإحدى الجلسات قلت لي سألتك بتندمي إنك تركت التلفزيون؟ قلت لي يمكن طلعنا ما قبضنا قرش أو تعويض، يمكن هذا السبب الوحيد اللي بيخليني أندم. مطرح ما أنا بالدراما مبسوطة أكتر. الكل استغربوا يعني إنه لو ضليتني مكفاية يعني قدرت أقسم بين اثنين، بين تمثيل وبين كأبقى مذيعة ربط فقرات، مثل هالخطيب على سبيل المثال. صحيح أنا اللي ما بعرف ما يعني حسيت إنه لا فضل ركز على اتفرغ للتمثيل أكتر، وبتصير مثل عندك جواليتي يعني اليوم بيشوفوك العالم سيريس من خلال هالشاشة الصغيرة. صحيح. بتطلع تقدم لهم باقي البرامج، ويوم بيشوفوك ممثلة بعدة أدوار، في دايفيرسيتي كتير. صحيح. يعني بأدوار وما بالك أنه مرات كتير يمكن كنت كمذيعة ربط بدك تقدمي مسلسل بطولة إلسي فرنيني. أكيد ما كانوا كانت تصير، رح يخلوها تصير يعني. نعم. بس حقيقة حسيت أنه أصبت أخذ اللي أكتر قلبي بده إياه، هو تمثيل. قعدتي كلنا على بعضهم بتلفزيون لبنان ديش العمريك بتلفزيون ديش، استمريتي كمذيعة كمقدمة. كمذيعة يعني حوالى 8 سنين. عمر كمان 8 سنين مشاهينين. 8 سنين بعدين قررت انه بكفي. نحن ببداية هالحلقة في تحية لألك، يعني لإلسي فرنيني اللي تعلقوا فيها الناس، مثل ما قلتي بأحدى مقابلاتك حبوك النسوان أكثر من الرجال بأدوارك التمثيلية. البراءة. نعم، البراءة اللي كانت موجودة بتقاسيم وجهك بمشاهدك. حبينا نقدم لك إلسي واي، هذه الأغنية للفنان سامي كلارك اللي جمعتك أعمال أنت وياه. حبينا نسمع بصوت المغني رالف دباغي اللي عنده ألبومات واللي اقتحم عالم الأغنية الغربية. قبل ما نسمع حب رالف دباغي أقدم لك ألبوم أغنياته. حلو. تحية إلى إلسي فرنيني. تفضل رالف، تفضل. مساء الخير رالف، هيدا ألبومه الأول، كلماته ألحانه وأداؤه. أور جلاس رالف دباغي، ميرسي كتير. ميرسي إليك. بشكرك على هالمبادرة، وإن شاء الله تكون طريق الفن مضوية كلها بطريقك. ميرسي. شكرا رالف. نحن وياكي والمشاهدين صورنا بالمارتنغال بكازينو لبنان على هالبيانو الجميل جدا بالكازينو، غنية سامي كلارك إلسي واي اللي هي كتار بيعرفوا أنه بيقولوا إلسي فرنيني. وبعدين رح نحكي قديش في ناس سموا بناتهم إلسي تيمنا باسم إلسي فرنيني. Can I tell you why you mean so much to me, although you have hurt me? How can I? Elsie, why what you are? Have you a heart of stone to leave your child alone? Elsie, why? You always made him cry. You've always made him cry for you. Why don't you try again to save my life from pain? I've nothing to explain. Elsie, why? Child of mine, please don't cry. Your mother left you home to grow without her joy. Child of mine, please don't cry. This is life, and when you'll be a man, you'll try to understand.
what is life? Oh baby, you and I will make a happy life. I'm the one who will guide you through troubles of the world, which makes you feel the hurt. You are mine. Ago and so far, when Elsie went away and with no words to say for you, child. Please don't cry, this is life. And when you'll be a man, you'll try to understand what is life. Oh baby, you and I will make a happy life. I'm the one who will guide you through troubles of the world, which makes you feel the hurt. Elsie, why? Elsie, why? إلى إلسي فرنيني كانت غنية هدية من رالف دباغي. حلوة كتير. رجعني كذا سنة لورا على أجواء واي إلسي واي، وكيف تركتي شادي صحيح ورجعتي ورجعت الطالب بابنها الممر الأخير، القصة الدرامية هالفيلم اللي أخذ سكسي كتير، الممر الأخير حقيقة صحيح كان زاهرة. فعلا كان زاهرة يعني، والكابتن فؤاد شرف الدين الله يرحمه، الله يرحمه، قبل وفاته كان قاعد محلك يعني، وحكي عن إلسي فرنيني في هذا الفيلم. ما بعتقد في فيلم تاني عمل اللي هو عمله. أول شيء إلسي هذه بدون شك يعني، الناس حابين يشوفوها وقت اللي بدهم يدفعوا مصاري ويفوتوا يشوفوها، مش ينطروها على التلفزيون. رائد، مش عارفة شو بدي أقول، بس لازم يصير هيك، وضروري كمان إنه تنجح العملية، وضروري كمان إنك تحافظ على حياتك كرمال شادي. في لزوم تحكي، يمكن ما نقدر نتلاقى مرة تانية، بس تذكري اني حبيتك. رائد، يمكن الزمن ضدنا والريح القاسية عم تلعب فينا، يمكن نحن ضايعين ما عنا مينا. رائد حنان، دير بالك على حالك. طبعا يعني كان اول يعني تجربة بسينما الحرب اللبنانية، سينما الاكشن. يوم ذاك انت عملتي شبح الماضي، شبح الماضي من بعد، من بعد الممر اول الاخير، اول فيلم هو الممر الاخير. صحيح. ثاني فيلم كان موعد مع الحب، نعم، مع نصير ارتباوي كان انتاجه، وكان الممثل كمان فيه مقابلي، وابراهيم مراشلي الله يرحمه. الله يرحمه. نادين، نصير، نادين،
وجودي بالبلد رح يسبب لك مشاكل، فجي توضحك. مسافر؟ مهاجر. يعني ما بقى رح ترجع على الوطن؟ لمين بدي ارجع؟ لبيتي المهدوم؟ لأهلي؟ أو للحب الناطر الوعد؟ من أجل مين بدي ارجع؟ من أجلي أنا. من أجلك أنا هون نادين. الحب بعده ناطر الوعد. امشي. طيب أجل سفرك أسبوع. ست سنين ما غيروا عقلية أبوك، بأسبوع شو ممكن يصير؟ منصير لبعضنا، منسافر لبلاد ما فيها فوارق ولا تقاليد. طول بالك شوي، حسب الأوضاع وعلى أساسها منقرر. من أجلك مستعد ضحي بحياتي. هيدي اللي رح تربح. هيئتك واسع كتير من الربح. طبعا مدام رح تتبلع رح تربح. هيدي مش روح رياضية، هيدا ضد الضمير والأخلاق. ضمير؟ مرحبا ضمير. شبح الماضي كان تالت فيلم. نعم، اللي هو كتابة نينا الرحباني. وكنا هيك متأملين تكر السبحة، يعني انه كل سنة يكون عنا انتاج فيلم. هيدا انتاجي انا وجورج، يعني صحيح. شبح الماضي، ما بعدين صارت الانقلاب وصارت احداث ال 85 اي ثينك. عيب الواحد يتجسس على الجيران. وخاصة صبية مثلك. هو للعيب عيب، بس أنا ما قصدي شيء. إذا ما قصدك شيء بتجي تنقزينك اليوم. بعتذر، بس للحقيقة صوت البيانو بيجذبني. إذا كان هيك، ليش ما بتجي بكل بساطة بتطلبي مني إني سمعك شيء؟ لا، بتصير وقاحة. إذا هالطلب البريء بتعتبريه وقاحة، مش أخف من التجسس؟ ما بعرف شو بدي أقول. ما في لزوم تقولي شيء، تفضلي. ميرسي غير مرة. شو اسمك؟ اسمك؟ غادة. وأنا نسيم شاهين. تفضلي. ميرسي، تفضلي امشي. بدي أسألك سؤال قبل ما أمشي. شو ماركة المسجلة؟ صوتها حلو كمان. من غرمتي بالسينما قد التلفزيون قد الدراما التلفزيونية؟ حلوة السينما، مش بس هيك، يعني انه هالقصة كلها محبوكة بهالساعة ونص، بتكون فيها تكثف أكتر. نعم. بالأحداث، بالصور، الدايفيرسيتي يعني. نعم. تبع الأماكن والصور، كله حلو، كله فن بالنهاية.
وكمان المسلسل ال13 حلقة كنا يوم ال13 صحيح قبل ما نصير 30 كان الرقم الشائع مزبوط حقيقة ونصير يصيروا هلأ بال120 و130 بتحس انه شو بعد بدهم يخترعوا. انا هدول بلاقيهم بالنسبة لي مملين المسلسلات الطويلة بتفقد حس المتابعة لان بتحسهم انه عم شوي مستهترين بذكى الجمهور وبذوق الجمهور بصير كتير في حشو. هاي بصراحة بقولها نعم. أنا ضد هالمسلسلات القصير أكيد يعني 30 يوم أكيد على عدد أيام الشهر كتير حلو كتير حلو هيك هيدا الإيديال يعني أنا بلاقيه. بتلاحظي أنه بالفيلم الطويل بيصير فيه كلام أكتر ما في أحداث بيصير فيه حوارات أكتر ما في أحداث ما في شك بعدين في تعباية بلا طعمة في حشو خلينا نقولها بالدارج يعني ولت بلا طعمة يعني بتغيب 10 حلقات أو أكثر بتلاقي بعضهم مطرح ما هن يعني أنا بلاقي فيها سخافة. بنت البواب بنت تلفزيون لبنان بتقرير لزملائنا بفريق العمل يعني في جولية على أرشيف إلسي فرناني في تلفزيون لبنان. إلسي فرناني اللي بلشت طفلي على شاشة تلفزيون لبنان 7 سنين من ثم يعني 100% ببرنامج دنيا الأطفال. جولي بهالتقرير على إلسي فرناني في نبذة قصيرة. جميل اشتريته اليوم. لك ذوقهم حسن. بنت تلفزيون لبنان ومن جميلات مذيعاته ايام نجوميه مذيعه ربط الفقرات. بنت التلفزيون فتحت لها البواب حتى لما جسدت بنت البواب. انه يحبني يا امه وانا احبه لقد اعترف بهذا. الست سعيده لهذا النبأ؟ وهل تكره ام سعاده ابنتها؟ إذن لماذا تبدين مترددة مضطربة مثل قلت لك الخبر؟ لم يخطر ببالي منذ البدء شيء. بالعكس أحسست بالسعادة والفرح ولكن فكرت مليا في الأيام التالية. أنا أعرف رفعت صالح قد يتأثر في كبريائه فيما بعد ويتراجع. لا يا أمي أنت تعرفين رفعت صالح يوم كان زوجا لوهيبة ولكنك الآن تجهلينه تماما. إذا بدأت تكتب مذكراتها رح تلبس الروب الأبيض من مذكرات ممرضة إلى الممرضة دنيا أم جو سليمان أو أم يورجو بمسلسل عندما يبكي التراب. إم يورجو نقلت فيروس التمثيل لابنها البكر يورجو لما كان جنين بأحشائها بدور فتين بمسلسل البؤساء. تفضل يا سيدة نبي هذه 57 فرنجا. يمكنك أن تطمئني الآن يا فونتين. اسمي فونتين. يمكنك أن ترتاحي الآن يا سيدة. عندما يتجمع لدي مبلغ مناسب فسوف أعود لكي أخذ صغيرة كوزيت. إلسي فرنيني ميليا وعشرات الأدوار استقالت من تلفزيون لبنان وما كفت مشوارها الإعلامي. ما بدك تقلي شو اسمها؟ طيب قولوا للعصافير. أكلت لك لسانك الفارة؟ تعال سلم علي أنا بحب الولاد الصغار. تعال تفرج عليهم شفتوا شو حلوين؟ بمسيرتها
أعمال متعددة مع زوجة الفنان والنقيب جورج شلهوب. بونسوار. الحمد لله على السلامة. عاشمي شافك، صرنا 30 يوم ما شفناك. ختيار يا ريت. كان صار هلأ عندي مستشفى طويل عريض و12 ولد وزوجي حلوة، هي أحلى مرضى موجودة هون، بس على قليلة عندها وقت كافي تهتم بعيد ميلاد. الحقيقة يا باسم، مهنتك اللي اخترتها أول مهنة اللي اخترتها أنا، الوقت والزمن فيها ملك للمريض. ثانية واحدة بتقرر حياة إنسان حافظ. لذلك يا غادة أنا بانتظار هذه الثانية اللي بتقرر حياتي أنا وياك، حياة حلوة مبنية على الإخلاص والوفاء. أمل غادة تشوف عيادة كبيرة حاملة اسمك والناس كلهم بثقة فيك وإخلاصك لمهنة الطب. وأعمال بدونه مع نجوم كبار مثل أنطوان كرباج بعصر الحريم. طاهر؟ إيه رايح. ما سألتك لوين رايح؟ شو بتقصدي؟ عم بوفر عليك خطية. الظن كمان خطية، إلا إذا صار يقين. لصديقتها الكاتبة منى طايع اللي جسدت نصها بمسلسل فارس الأحلام تراجيدياً وعروس وعريس كوميدياً، لكنها كانت فارسة الأحلام والحقيقة الدرامية بدور منيرة صاحبة الخمارة بمسلسل وأشرقت الشمس. فيك تحبسني رستم أفندي، بس ما فيك تشوفني بلا زيني. أهلا وسهلا، تفضل. خير؟ شو يلي مزعلك مني هالقد؟ كشفنا شخصية البطل. لقطوه؟ رصيد أعمال إلسي فرنيني مع سهرة الكاتب مروان نجار لا يستهان فيها من مدى العمر لطالبين القرب. وبما إنه الخطيب موجود وأنا موافقة، بدي تخطبيهم لبعض؟ هو علقان فيك هالعلقة؟ لا، بدي خطبها حدا تاني. في حدا تاني؟ إيه، أنت. كيف؟ أنت خطيب بنتي. نوعت إلسي فرنيني بتجسيد أدوار مختلفة مع يوسف حبش الأشقر بميليا وتوني شمعون مثل موت أميرة ومع كلوديا مارشاليان لسيما بمسلسل أحمد وكريستينا. حبت التلفزيون أكثر من السينما اللي شكلت فيها بروز بفيلمين هني الممر الأخير وشبح الماضي، وبقي المسرح مشتاق لوقفتها وأناقتها وحضورها. إلسي فرنيني عضو دائم باللجان التحكيمية لمهرجان الميراكس دور وزوجة ممثل ومخرج ونقيب للفنانين المحترفين، وأم الممثلين هالشاشة هي والدة يورجو نجم كبير بعالم الدراما ونديم اللي جرب حظه بمسلسل فاميليا بعدين انسحب وقال بيكفي ثلاثة من أربعة بالفاميليا يكونوا نجوم الوطن التراجيدي بامتياز. نبيل زك عطاني سر. سر؟ ومصر أني أحتفل بعيد ميلادك. نبيل حضر كل شيء ما بريد فوت علي هاي اللحظة السعادة اللي منتظرها من زمان. نبيل ما بيحفظ سر، ما كنت متأملة منه أنه يخبرك. خبرني لشو هالسرية؟ مفروض أنت تخبريني. كنت عم بفكر بخبرك أو لا. الحقيقة ما بدي حادثة عيد ميلادك تتكرر. بعدين كنت رح أعملها مفاجأة ونشرب اثنين عصير. شفنا التقرير اللي فيه أسود وأبيض وفيه ألوان، في إلسي الصغيرة وفي إلسي الكبيرة، في إلسي اللي ورطت أولادها نقلت لهم فيروس التمثيل يورجو، هي وحامل بالبؤساء وبالصمت. صحيح. كنت يعني يورجو بلش ممثل هو بأحشائي بالصمت؟ لا، بالبؤساء. بالبؤساء الوادي الكبير. الوادي الكبير عم بتذكر. الوادي الكبير. الوادي الكبير بلشت بالوادي الكبير، بعدين بالبؤساء كان مفروض ألعب الدورين دور فانتين ودور كوزيت. نعم. بس صرت بالسادس وبلش يبين شوي الحمل علي. نعم. يعني ما عادت حلوة إنه كفي بكوزيت. كوزيت كانت هيك بنت رفيعة وقدم إياس، بقى لقيتها مش مناسبة يعني. على من المخرج على كل إن إحنا وعم نشوف هلأ الصور. شفنا صورة ليورجو اللي يمكن قليل بيعرفوا إنه بلش التمثيل طفل بفيلم شبح الماضي. في حلقات من مسلسلات مثل الوجه الضائع مثل ميليا. أنا عرفت شو اسمك. اسمك 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 أستريكس. مش أستريكس. طيب لكي لوك. مش لكي لوك.
زهينة ما بتعيط علي إذا حكيتي. شو اسمها أمك؟ هرجني بي عبد الله. يورجو طالع يعني بأدوار صغيرة ليه يكون معي؟ نعم. يكون أيام ما في مدرسة يجي معي على الاستوديو. نعم. بقى كانوا يقولوا لي ليش مش ابنك بمثل هيدا الدور؟ الحاجة أم الاختراع. طلع أكثر من مرة يعني من معي بأعمال درامية. إرسي فرميني، كنت عم بحكي عن وجهك اللي صار رمز من رموز تلفزيون لبنان، إلى درجة لما نعمل الكليب الحلو أبن عن جد تلفزيون لبنان، رح نشوف بعد شوي لقطة حلو كتير هالكليب، واستعينوا بوجوه ترمز إلى تلفزيون لبنان. أنطوان كرباج الله يقدم له الصحة، إلي صنيفر الله يرحمه، حقيقة كان، وفيليب عقيقي، فيليب عقيقي كان كمان بلقطة. بتذكر أنت كنت بإطار بكادر بطلعي منه عم حاملي مهوية إذا مش غلطان. كتير حلو، والصبي عم بيطلع فيي هيك من تحت وانا ببرم، بيعمل هيك بيتفاجئ انه الصوره تحركت. خلينا نشوف. يعني رموز تلفزيون لبنان، يعني في ألبوم الأصالة وبأي عمل، يعني بس نتذكر اسم الله عليك لبنان. مش ناسي شيء، ما لازم انسى شيء اسم الله عليك. إذا ما نعمل حلقة تكريمية لإلسي فرنيني بيسوى أنه الذاكرة ما تفقد ذاكرتها. إذا بتقلي عندي كل المسلسلات اللي شغلي فيها بقول لهم سوري بدي استعين بصديق تلفين لروبير. إلسي فرنيني بدنيا الأطفال مع ماما جنان جان دارك ابو زيد فياض. قبل كان في ماما عفاف، صحيح عفاف سنه جلول تلة الخياط، كمان شاركتي معها. بلشنا بتلة الخياط، كانوا عاملين مثل ستيج يعني نقدم التمثيليات الصغيره هونيك او اشعار او كثير مناسبات. صحيح. يعني بعدين مع الصديقه جنان صرنا نطلع كتمثيليات هيك صغيره يعني 10 دقائق هيك شيء، وبلش هناك بلشت وبلشت يعني يسألوا عني لما وقفت التمثيل طبعا مع برنامج الأطفال، هني صاروا يسألوا معلمتي لأن كانت بعدها مستمرة. نعم. تاخد صغار على التلفزيون مشان تمثيليات مدرسية، بلشوا يسألوا عني وقالت لهم لأهلي إنه عم يسألوا عن إلسي بدون إياها بأعمال درامية. فالماما الله يرحمها، الله يرحمها وروحها بالسماء، في صورة حلوة عم تبرق على الشاشة انت وامك كمان. إذا بدك نضل أصحاب سميرة، كان اسمها سميرة ملكي الله يرحمها كمان، ما تجيبي سيرة لإلسي، ما بدهم يعني يفوت على مجال التمثيل، بدهم عائلة محافظة جدا. حقيقة جدك معمر كنيسة، كانوا ما في شك. نعم. أي كنيسة الله بالأشرفية. صحيح. وما زالت حتى الآن. يعني من جو المحافظ جدا هيك ربينا 100%، هيك ربينا وفكروا انه عم يحموكي هيك. التمثيل الفن بعبع يعني ما بتعرف شو لوين بودي الشخص، ما كانوا عارفين انه يلي بيربى على وصل عالية ومبادئ. صحيح. بحياته مش ممكن يغير، ابدا يتورط، مش ممكن أبداً. يتغير ابدا، بيصير عنده مناعة. صح. جان دارك ابو زيد في لقطات لقالك انت وياها، وهي حكيت اصلا بحلقتها بالبوم الاصاله حضرتيها، عم بتقولي لي على اليوتيوب اكيد ذكرتك بفخر. أكيد. يعني عم بتقولي من المشاهير كثير الحلقه، كثير عم بحب الحلقات روبير، كثير
حقيقة مزبوط فيهم أصالي. هيدا ألبوم الأصالي، هيدي الشادي حقيقة. يعني الطفلة ابنة السبعة أعوام إيرسي فرنيني في تلفزيون لبنان يوم ذاك. مزق المعلم أوراق امتحاني، كل ذلك بسببها يا ماما. من منى؟ نعم منى، رأيتها بنفسي تبث في أذن المعلم. منى، منى يا بنت، عدت إلى الفساد أيتها الشقية؟ لا أبدا، كذا كذب وخداع وتمثيل. رحمة ماما لم أفعل شيئا. كذابة كذابة يا ماما. أنا أنت اضربيني أنا، ولا تدع الرحمة والشفقة تتركيني. دعيني أقدمها. كلا، هي ليست بحاجة إلى تقديم. أقدم ابنك هذا الكذاب الغشاش. كريسي حاضر، ولكن أهلا بجيد أن زينة الإنسان معروف والفقير خير من الكدور. برا كثير حلو كيف عم نفلفش وبهالارشيف وعم نبعثر بارشيفك. عم تاخذني هيك للماضي الحلو، كنت عم بقول ايام البركه، ايام البركه، ايام البركه، ايام الامان والسلام والعائله المجموعه والقيم والحقيقه. تغيرت حقيقه كثير، تغيرت الدنيا كلها، تغيرت كثير، تغيرت للاسف. إيرسي فرنيني، انت غير كمقدمه ربط فقرات يعني اشتغلتي برامج ولا قليل؟ قليل، كنا أكتر شيء نطلع على مناسبات. نطلع كل المذيعات ويكون معنا الله يرحمه رياض شرارة بهضمنته بسرعة البديهة اللي عنده. أيام ما بنساها. ففي الوقت الذي كانت فيه الأغنية العالمية تنحو هذا المجال، كانت الأغنية العربية لا تزال تعتمد على التطويل، وطبعاً كان لابد من قفزة نحو الصواب والتطور، وهكذا حصل. وأغنية الدقائق الثلاث انتشرت بسرعة رغم أنها جاءت لونا جديدا. الاستحسان لقي عند الجمهور وتفاعل، ومن ثم كثر مغنوها. ومن هذه الأغاني القصيرة عينتان لطيفتان جدا، وإن كانت العينة عادة لا تكفي. بطاقة دعوة إلى الثلج موقعة من جاكلين والأخوين رحباني. حقيقة بس ما كنت أقدم بروغرام يعني في مقابلات خاص. أو هيدا خاص فيي، لا، لأنه كنت أوريدي يعني بلشت بالتمثيل كمان. صحيح. فما فيك تحمل أكثر من بطيخ. وقتها كنت الفوج مذيعات ربط الفقرات، قابل طيف، نهى الخطيب، شارلوت وازن الخوري. يمكن أكثر شيء في فترة كنا أنا و جابي الطيف أكثر شيء كنا ربط فقرات في صور يعني مع بعض سواء على مدخل التلفزيون بالأسود والأبيض. صحيح. بس قبل بدي أقول قدمتي برنامج على تلفزيون لبنان مع سامي كلارك، كان ينعاد كل يوم عيد الاستقلال. يا الله، شو النشيد الوطني، عم نعلم النشيد الوطني. بتصدق روبير بعدني لهلأ بلتقى بأشخاص بيقولوا لي لو مش منك ومن سامي كلارك ما كنا مزبوط، كان يعني يرنم بطريقة. صحيح. كلفظ غلط يعني، علمتونا نلفظ النشيد مثل ما هو لازم حسب لفظ ومخارج. صحيح. الأحرف تبع اللغة العربية الأصلية. صحيح، حفظني منك ومن سامي كلارك الله يرحمه، كلنا للوطن. كلنا
منردد النشيد الوطني اللبناني بس قليل اللي بيرددوه مثل ما لازم. ألف كلمات النشيد الوطني اللبناني الشاعر رشيد نخلي ولحنوا المؤلف الموسيقي وديع صبرة سنة 1927. يعني عمر هالنشيد أكثر من 50 سنة. النشيد الوطني اللبناني منه غنية ولا قصيدة ولا موشح، هو رمز لوطننا منردده بثقة وبكلمات واضحة مخطوفة خطف وما فيها طرب. بيتألف النشيد الوطني اللبناني من 3 مقاطع واللي سمعناه كان المقطع الأول. يعني بقي بالبال أبدا ما رح أنسى الشيء، ببعدك ما رح أنسى الشيء. إرسي فرناني اليوم زين الاستوديو منحوتات جميلة جدا، 3 منحوتات بتوقيع سامية بصبوص فتوح، هي بنت راشانة بنت النحات يوسف بصبوص يا الله وزوجة الفنان شكرالله فتوح. فيها غيوم من راشانة إلى غيوم من شباك الطيارة، يعني من شباك قطة براشانة إلى شباك الطيارة حول العالم. حلو، يعني المرأة الغيوم. أنا بتطلع بذهول قدام هيك منحوتات وقدام هيك عمل، قديش بياخد وقت صحيح وقديش بياخد صبر وجهد لحتى نشوفه بهالبرفكشن بهالكمال. يعني بهنية حقيقة وبهني كل إيد بتحفر وكل إيد بتترك أثر حلو بهالبلد العظيم. حلو كتير اللي عم بتقولي. اليوم عم بشارك ببرنامج ألبوم الأصالة على تلفزيون لبنان، وحبيت شارك بثلاث برونزيات مستوحات من الغيوم اللي بشوفها أنا من شباك قوت نومي، ومريت كمان بشوفها أنا مسافرة بشباك الطيارة يلي هي بتحسسني بالحياة وبتعطيني أفكار حلوة كتير. مسلسل بنت البواب اللي نعرض مرة تقريبا أو مرات قليلة ما بعرف، يعني ما بدي أعمل أتورط بغلطة. أنا بقول مرة. بتقولي أنت مرة. أنا بقول مرة وبعدني بزعل ليش منعاد أكثر من مرة، وبزعل على عمل تاني الكل ممثلين فيه لبنانية، و لا الله يرحم روحه وجيه رضوان. الصمت. الصمت عمل رائع جدا، انتاجه مع الكاتب احمد العشي. صحيح. بنت البواب قصه سيناريو احمد العشي اخراج جورج غياض مع عبد المجيد مجذوب، رح نشوف اكيد مشاهد منه. اوه حلو حصري كتير. يعني قدم الكاتب احمد العشي الى وجه له تحيه كبيره حقيقه لألمه ولابداعه ولا شخصيته الحلوة الرايقة هيك. شو بدي اقول لك، يعني اوقات في ناس تكبر الخسة براسه. صحيح وبصيره. كتير ناس. هو مثل ما بعرفه من اول يوم التقيت ما تغير لهلأ، هو ذاته على كل. مشاهد من بنت البواب ثم شهادي مصورة، كيف اختار احمد العشي إلسي فرنيني لتكون بنت البواب؟ رامي زلتي سهرانة؟ عودتني ألا أنام قبل أن تغادر الحديقة، ربما احتجت إلى شيء. هل أعد لك فنجانا من القهوة؟ شلسي أين كنت؟ في غرفتي أقرأ كتابا. هل سيرحل وديع يا سيدي؟ لا،
قرر البقاء. من أين جاءته هذه الفكرة؟ ولماذا؟ إنه غاضب منك. مني أنا؟ لأنك رفضت عرض الزواج الذي تقدم به. ألا ترى أنه من حقي يا سيدي؟ بلى، قلت له ذلك وأضفت ربما كان في حياتها رجل آخر تحبه ويحبها. يسعد أوقاتكم ويعطيك العافية يا مدام إلسي. بالنسبة لمدام إلسي، من أول إطلالاتها اللي طلت فيها على شاشة التلفزيون تبين أنه في ولادي لوجه جديد جميل بشكل ملفت. هيا صرت أنا تبعها من مكان إلى مكان ومن مسلسل إلى مسلسل. كيف ما تاخذ الكاميرا تحس أنه في لمحة جمال موجودة، ولكن لاحظت أنه بالأعمال اللي كانت تشتغل فيها كانوا كأنهم يركزوا على جمالها أكثر من تمثيلها. حسيت أنه هذه السيدة في أعماقها في شيء بدها تقوله بس مش عارفة تقوله، أو مش قادرة تقوله، أو الأدوار ما تساعدها. إلى أن في يوم أنا كان عندي مسلسل اسمه بنت البواب، هذا المسلسل البطولة المطلقة فيه هي للنساء، مواصفاتها كتير بتشبه مواصفات إلسي فرنين. فقررت أنه تكون إلسي هي اللي تلعب الدور، فلعبت هذا الدور بشكل أكثر من رائع، حتى أن المخرج الله يطول عمره جورج عياد كل ما تخلص مشهد يصير يزعف ويقول لي أحسنت الاختيار يا أستاذ أحمد. هذا جورج عياد كان مبسوط كثير فيها. المهم هذا المسلسل وهذا الدور دور معقد وصعب، بدها تبكي بنفس الوقت وبدها تضحك بنفس الوقت وبدها كأنها تغني بنفس الوقت، مريضة عقلية لأنها خسرت كل أحلامها الوردية. هذا المسلسل حول مدام إلسي فرنيني من نجمة عادية إلى نجمة كبيرة وإلى ممثلة، وقلائل قلائل من ممثلي دراما أن يجمعوا بين شيئين، النجومية والتمثيل. يعني في نجم بس بيكون بالتمثيل عادي لكن نجم، وفي ممثل كبير ورائع بس منه نجم لكن ممثل كبير. لكن إلسي جمعت بين اثنين، نجمة وممثلة، وما زلت إلسي كل ما شوفها بشوفها بأدوار كيف بتتفاعل فيها وكيف بتعطيها، ويعطيكم ألف ألف عافية. سمعتي شهادته لأستاذ أحمد العاشي. يسلم تمه حقيقة، بيحكي بأصله لأنه هو أصيل وهو كاتب مبدع، إحساسه هو كله إحساس أصلا، بس أول ما تتعرف عليه بتحس أنه ينبض بالعاطفة والإحساس. نعم. نص كان أكثر من رائع حقيقة. ومثل ما قال بشهادته يعني ساهم كتير بتسريع نجوميتي هذا العمل، لأن فرجة كتير ميلات من هالشخصية اللي هي من الأساس من عائلة كتير متواضعة، بنت البواب صحيح، لبنت فتاة مغرومة لفتاة متفانية بغرامة، مش قبل صدمة أول صدمة تترك وتبرم ظهرها وتمشي،
ضلت مصرة إنه رفعت رح يرجع، مش ممكن يتركها على كل هذا العمل بقيوا يعانونولك فيه بالمجلات، كل ما تاخذي دور بعده يقولوا بنت البواب أصبحت سرية، بنت البواب أصبحت متمردة، يعني بتذكر عنوين المجلات. صار التايتل تبعي مع بنت البواب. وبوجه تحية أكيد للمبدع عبد المجيد مجذوب ولمحمد إبراهيم كمان، والله يرحم نادية حمدي ولميا فيغالي ديانون حقيقة. قبل ما نروح على مسلسل ميليا، وقت عم نحضر الحلقة أنا وياكي سألتك عن مفارقة مهضومة واعطيتيني إجابة مهضومة، قلت لك شو قصتك مع التمريض والروب الأبيض، بلشتي بمذكرات ممرضة، عملتي بعندما يبكي التراب دور الممرضة دنيا اللي حكمت ابنة جو سليمان، قلتي لي بركي هون ترقيت صرت شيفتان. الحقيقة كمان من المسلسلات الحلوة الدرامية الحبكة تبع القصة كتير حلوة، والكاست وكل شيء عمل كان وجماعك انت ويورغو، يعني الممرضة اللي عم بتحكم ابنها زاد من كمية الأحاسيس. صحيح. الناس يمكن كان أول عمل بيجمعنا سوا، عمل يعني طويل مش مثل طالبين القرب. مزبوط صح. ايه كان في حلقات متفرقة هيدا عمل، بس هيدا عمل طويل يعني كتير كان حلو هالتفاعل بيني وبين يورغو يلي ابنها يلي مضيعته مش عارفة وينه، ما عم بيتصل فيها وهي عم تسهر عليه اي خبر عنه، هي عم تسهر معه كل الليل وتتصور انه هيدا ابنها، كيف لو كان ابنها لحاله كيف كان لازم تكون هي عم بتداريه وعم بتهتم فيه. رح نشوف مشاهد انا وياكي من عندما يبكي التراب، اكيد مشهد مع يورغو، وفي مشهد انا وياكي بدور الدكتور باولو. دكتور باولو انا والممرضة 100%. وطبعا يعني بدي اقول هذا المسلسل الرائع اللي الناس كانوا يسالوا وقت جو سليمان تعرض ل يعني للقتل، انه مات يسالونا الناس، يتصلوا سياسيين فينا ويسالوا انه رح نشوفه بالحلقه هل يتم انقاذه. نجاح كبير. لقطات من ثم فاصل قليلي من العلقه، ممنوع اظهر من البيت، ممنوع حدا يشوفني، لان الناس معتقدين انه مرت الخواجه غسان بعدها بالارجنتين، واذا دق الباب معروف سلف مين في وراه، الاستاذ رامز. مفهومي، تشرف الاستاذ. بونجور دام. بونجور، فيني اشرب؟ اهلا وسهلا. تفضل. ميرسي. صحتين. بيها شي رقبتي؟ لا ليش؟ عم بيوجع دقني. بعدك عطشان حبيبي؟ لا. لحق حالك قبل ما يفلوا العصافير. ميرسي، سلامتك. باي. رجع. شو هيدا؟ حسبتك حدا تاني. الولد الصغير اللي ظهر هلا خوفني. مبين قولك بكون عرفني. المهم ما يشوفك اول مدة. نعود ونستكمل حلقة الليلة من ألبوم الأصالة مع الأصيلة إلسي فرنيني. ولا مرة إلسي فرنيني شلهوب الاسم الثلاثي. أكيد أكيد، يعني أنا من الأساس بلشت كإلسي فرنيني.
سو أنا إلسي فرنيني شلهوب بكل فخر. نعم. بفتخر بجوزي، بفتخر بولادي وبالعائلة اللي انتسبت لإلها. نعم. بس هيدا لحال، والاسمي مثل ما بلشت وحبيت تكفي. مين بيعيتك أم يورجو؟ أم يورجو كتير من القراب يعني، وخاصة أم في كمان من الوسط الفني بيعيتولي أم يورجو، بس برز يورجو. نعم. بدي أقول إلسي بالتصوير ليلة من المشاهدين يعني بيعرفوا هالطقوس، بوقت الاستراحة الناس بتقعد بتفتح أحاديث، إلسي بتاخد زاوية هيك صومة على حالة. صحيح. وبتصلي وبتصير تصلي. قلت لها مرة بالتركيز. عندما يبكي التراب لمين؟ قلت لي أنا بتصلي لأولادي، عم صلي لأولادي ليورجو ولنادي، بصلي على ربنا يعطيني القوة والدفع وال صبر. التمثيل بده كتير صبر، وبده كتير في تعب. صحيح. في تعب كتير، فدايما الصلاة بتحس انه بتعطيك هالطاقة هالإنرجي. سبحان. صحيح. الله بتحس حالك خلص موصول بهالطاقة، طاقة الكون الكبيرة. صحيح. مسلسل ميليا اللي أنا بعتبر ما أخذ حقه هذا العمل، يمكن لأنه نعرض بعز دين الحرب اللبنانية 1982 بالمحكية، نص رائع ليوسف حبشي الأشقر، إخراج إلي سعادة الله يطول بعمره، بطولتك أنت وأكرم الأحمر اللي سموكن المجلات ثنائي الجمال. والله المجلات أي ثنائي الجمال والوسامة، عم شوف الشبكة عم بستند لأعدادها، في لميا فغالي، في عليا النمري، في ليلى كرم، الثلاثي بالأمومة كان كتير حلو. هالثلاثي كان كتير حلو كستات البناية يلي عم ببربروا عليها، وليلى ولميا بنت صبية عايشة لحالها، كيف هيك؟ وين أهلها؟ علي دياب، هيام أبو جديد كان في إلها دور، هيام كان إلها دور، ويليام عتيق، نجلة الهاشم، يعني موضوع التفرقة، ويليام عتيق خيي مثل بمذكرات ممرضة. نعم. كمان جيبوا دور خيي. موضوع التفرقة بين الشاب والبنت بالمجتمع الشرقي، يعني ميليا حلو كتير هالقضية اللي كان حاملها هالعمل. نعم. ليش البنت ما بحق إلا تكون مستقلة؟ ليش إنه إذا بدها تكون مستقلة بدها تكون معرضة؟ بعدنا عم نحكي. نعم. عن الأهل اللي بيزرعوا القيم والمبادئ بقلب أولادهم، بكيان أولادهم، مش لازم يخافوا عليهم. نعم. يعني لازم يكونوا موجودين بالمجتمع مثلهم مثل. نعم. الشاب. صحيح. هيدا كان بيحمل هالقضية، الله يرحم الكاتب يوسف حبشي الأشقر لهالمسلسل الجريء. صحيح. بوقته يطرح هالقضية، وهلأ صار التحصيل حاصل. صحيح. صار بفوية واحد عم بيكونوا مش ما بس. في تفرقة بين البنت والشاب، وهيدا اللي لازم يكون بمجتمع حضاري متقدم في الوعي مثل مجتمعنا. نعم. بلبنان أو مثل ما كان. نعم. بالزمانات. بالزمانات، لأنه هلأ عم نفقد شوي. تعرفي أكيد عم نفقد كتير من المبادئ والأخلاق ومن المبادئ على كل الأصعدة للأسف. تشوفي أنت قديش محفور بذاكرة الناس، يعني مرة كنت عم بحضر الحلقة ومعي جيل من أبناء العمر الثالث عم بحضر مسلسل مش زابطة، ليلى حكيمة عم تلعب دور اسمها ميليا، صاروا كلهم يقولوا رزق الله على ميليا لما لعبته إلسي فرنين، يعني ترك أثر وجدينة. ترك. صحيح. أثر. بنشوف أنا وياكي مشاهد. ليه وقفت هون بهالشي السيارة؟ بدي أمشي أنا وياكي بالشارع. ليك فادي، إذا كنت متضايق توقف حد البناية وننزل سوا من السيارة، أنا بمشي وأنت كفي من هون. كيس علي اشربه، بيشربوا وبخلص. طالع هو إياها، شفتن؟ قولك وين بيروح يا فادي؟ وين بده يروح قولتك؟ بشيفتي عيني طالعين من وشه، فوتي قعدي. ما بديش فوت، أنا جاي هيك بس حشرية لحتى أعرف بدي فوت على البيت ولا لا. وبكتر لي واقفة؟ ما احنا شي، حتى إذا إجا يفكرني إني أنا فيلي، تعي تنشوف وين صاروا.
هيدي لعنا نسقيك القهوة. انت بتعرف اني ما بشرب قهوة. طيب بشرب كيس عرق، شغل انفادي. ليش عم تعزمني عزيمة كذابة؟ ليش زعلان؟ انا بالعكس، انا كتير مبسوطة. مبين شو حلو هيدا. مبروك مبروك. كل وقته بيعطي حكمه، واجا الوقت يلي نبين فيه انه نحنا ستات. طول عمرك كنت ست، بس ما كنت حاسة، ولا كنت انت حاسس، ولا كان حدا حاسس. فيلسوف منيحة برات البيت بالفلسفة، بس انت بالبيت وانا مش فيلسوف. الله يرضى عليك حاجة تشارعيني. انا مش عم شارعك، انا عم دافع عن نفسي. انت عم تتهمني اني بحتقر مرتك. زعلتي اللي قلته؟ ابدا، بس كنت عم فكر بكلامك وجرب استرجع بعض ذكرياتي حتى اشوف اذا معك حق. وشو لقيتي؟ لقيت اني مش عم بنتقم من الرجل مثل ما انت عم بتقول، بس ما بقبل ارضخ لشروطه الانانية والمتسلطة، وبعتبر انه الموضوع لازم يكون ديمقراطي، يعني القوي يربح سلميا. بمعنى اخر، ما في شيء بيمنع ابدا عن بعض الشعوب انه المرأة تكون ملكي. عم نتذكرك بلقطات ولقطات إلسي. هلأ أنا وأنت بدنا نروح على أغلفة المجلات وقديش نكتار، يعني قد تكوني، أنا اشتغلت 30 سنة بدار الصياد وبالشبكة وبعرف، قد تكوني من القليلات جدا جدا اللي ما دفعوا حق غلاف. أبدا أبدا. بالعكس قد تكون من القليلات اللي كنت تجرب توزعي، ما بدك تزعلي. الشبكة، ألوان، سحر، الحصاد، يعني السينما، توزعي بمساواة يعني بين الأغلفة. ذكرت الحسناء. الحسناء. الحسناء كتار. وفي في في كنت على بمقابلات بالأسبوع العربي بصياد، بس مش الغلاف طبعا، الغلاف سياسي، بس كانوا يحطوا لي صورتي بالهيدا انه في مقابله معي بال على الغلاف، بس مش صوره الكبيره. هلا لما عم برجع اطلع بالارشيف وجمع، صرت تعرف بيبقى الناس الانسان قد ما مرق علينا وهلات وحروب وتهجير، بس تنسى، بتنسى هالفتره الذهبيه اللي كنا عايشين فيها. بس في غلاف لا ينسى. بالشبكة، في ثياب البحر، الحقيقة كان من الغلافات المميزة يعني، واللي لفتت الأنظار والصور جوا. أنا عم مارس الرياضة على البحر يعني، مثل ما كنا نقضي كل الصيفية. صور جريئة يوم ذاك، وما فيها شيء بيخدش الحياة. نعم أبدا. عم مارس الرياضة يلي بمارسها على طول أنا على البحر، وكتير ميات العيون عم بتكون موجودة. وسألت جورج وقتها أنه طالبين مني هيك على البحر، نفد العدد من الأسواق والطروية مطبعة طبعة تتنين. يعني الناس عرفت كيف عودين على إلسي كتير كلاسيك. نعم. بس كان في جرأة بالهيدا، بس ما كان في شيء بيخدش الحياة ابدا. الجرأة اللي فيها حشو كثير كان طبيعي. حلو وطبيعي. الحسناء، انا بنت الصدفة، العنوان. الوان، تعلمت كيف اكون اما. بسحر، العمل التلفزيوني خسارة ويأس بمجلة سحر. ما بعرف ليش كنتي عم تعتبري العمل، بدك تشوف الصحافي مية ليش قالب هيك؟ لا، ولا مرة حسيت باليأس يعني. باليأس في فترة حسينا شوي بركي أظن الإعلام بالأسى، لأنه كان وقف الإنتاج تلفزيوني. صحيح. بس بعدين إجت فترة تانية صرنا نروح نصور باليونان. صحيح. بالمغرب دوبلاج أنا كريستينا. حقيقة كتير عدة مسلسلات نفذتها برا. الحصاد، بتقولي النساء يعجبن بي أكثر من الرجال، العنوان. بسحر ما بخافوا مني. ما بخافوا. بسحر إلسي فرنيني، حلمي فيلم عالمي. أكيد كل إنسان بيحلم ولم يزل بيحلم، بس إذا دور لعمري ولا يكون مميز بيقول شيء. نعم. واينات
مجلة الشبكة إلسي فرنيني راقصة بالي. أو كمان في فترة إيه كتير تعلقت بالرأس المودرن. نعم. مش بالي كلاسيك، لا هو مودرن دانس. كمان بالشبكة غلاف المرأة في الشرق أقوى من الرجل. المرأة في الشرق بلشتي بالكوتا يومتا من الرجل. هلأ أنا برجع بقول إنه لازم يقرأ الواحد كل الحديث تيشوف ليش ركزوا على هالكوت بالزيت. يعني هلأ هن اثنيناتهم يستمتعون بالقوة وبالذكاء كل المواصفات، يعني لا. الصبر والمحبة والأشياء، بس ليش حتى قلت أكيد في سبب في الموضوع بالموضوع. هو بمجلة ألحان ظهرت المتمردة بتقولي أدعو الزملاء لأعلان العصيان المدني. ما هو في مراحل بحياته الإنسان. كنتي ثورة مي رايقة. كنتي ثورة يومه صراحة. هلأ أنا وأنت بدنا نسمع أنطوان غندور لما كان ضيفنا محلك. الله يطول بعمره واشتقنا له، ما عم شوفه أبدا هيك بمقابلات يطل من وقت لوقت، لأن حقيقة عنده ذهن متوقد. صحيح. وبنحب نسمع حكيته. حكي عنك، كنت بعدك جاي على التمثيل في بربر آغا، وقال عملت إلسي مشهد بحلقات قليلة يمكن قد 100 حلقة. يا الله أنطوان يسلم تمه. إخراج باسم النصر كان يومها. مزبوط مزبوط، كان خلنا نشوف شيء مميز. هذه الشهادة. تذكر جورج إبراهيم الخوري كتب بالشبكة بآخر حلقة من أخوذة إنه عم نشوف بربر آغا، بس آخر شيء إلسي فرنيني كانت بعدها بأولتها بدايتها وأنطوان كربيش عملوا هالكونتراست من بعضهم، جمال فائع وهيداك أسيوي فعلا، إنه ما بيقدر كتب إنه ما بيقدر أنسى المشهد. كانت إلسي فرنيني عم نشوف مشهد أول شيء من القلعة، قلعة بربر. كانت إلسي فرنيني بعدها جاي من ربط الفقرات إلى التمثيل وعملت ثنائية حلوة. أنا لعبت معي الحي اللاتيني قصة يوسف الدريس، سهيل الدريس. نعم. سهيل الدريس لعبت معي الحي، كانت بعدها بأولتها، يعني كانت عاملة يمكن مذكرات ممرضة. صفى دمي. هذا انت؟ مولينا صبتي معك عطريق طح، يمكن هيدي شظايا طلقت مدفعي الاخيره. جيت لهون زحف، صفى دمي. يمكن الدم اللي اعطيتك اياه عم ينزف على الارض. اغفر لي مولانا، سامحني، دم، عايز دم. اوقات الناس ما بتعود بحاجه لدم لتعيش، كتير ناس هالايام عايشي بلا دم. انت بتتذكري ببربر آغا قلتي لي باسم نصر لما كان يقول لك قولي يا اعنف للجمله، هون أنطوان غندور مثل حقيقه. بتذكر باسم نصر الله يوجه له الخير، كمان ما عم نشوف له شيء جديد، مع انه التلفزيون الانتاج المحلي بحاجه لموهبته، بحاجه. صحيح. لمهنيته. اشتغلت معه بالبؤساء في مشهد، تعرف بالبؤساء كان بعدني أصغر. نعم. يعني كنت بلش الحمل مع يورجو، فبفوت لعند القاضي لمار يعني اللي كان. نعم. بالبؤساء عم بشكيله همي انه أخذوا مني بنتي وانا عطيتهم سناني، كانت شالت سنانة الإدمانيات لحتى. نعم. تعطيهم ياهن، بعتهم حتى تودي مصاري لبنتها. يا حرام كان مين بالدور، دور القاضي لياس ظاهر. نعم. فكان
كان كنت فايته أنا هيك، عرفت كيف هالبنت المسكينة اللي مفتكرة حالي بعدني بتمثيليات المدرسة، يمكن فايته هيك إنه عم بشكي همي. قال لي باسم نصر لا فوتي هيك قوية، أنت محروق قلبك أنت وهكذا عم بتناضلي كرمال ترجعي بنتك. لفت لي نظري هالشي، مش دايما المواقف لازم تتاخد بهالسهولة. المشهد كان جميل جدا، ومشهد كان حلو كتير، حلو كتير حقيقة. نعم. بالصدق اللي فتت فيها قلب الأم المحروق. ماذا تريد أن تصنع بي يا سيد المفتش جبير؟ ألا تعرفين عقوبة من يعتدون على المواطنين المحترمين؟ أقسم لك يا سيد المفتش إنني لست أنا المعتدية، هو الذي اعتدى، هو الذي صدمني أولا، وبدلا من أن يعتذر راح يصغر مني. لقد وصفني بأنني غولة مخيفة، لقد سمعته أنت بنفسك يقول لي ذلك يا سيد المفتش. لقد كان لي قبلا شعر غاية في الجمال، ربما خطر له ذلك بعد أن رأى شعري وأسناني، ولكني قصصته يا سيد المفتش، أعني بعته، إن الشعر سريع النمو يا سيد المفتش، هكذا قالت لي. صح. أمرك يا سيد المفتش، إني متأسفة. سوف تقضين في السجن 6 أشهر عقابا لك على إهانتك للمواطن. ماذا؟ 6 أشهر في السجن؟ أنا يا سيد المفتش، لا يمكن، مستحيل. هذا يعني أن صغيرتي فازت سوف تموت. أرجوك يا سيد المفتش، إنك لا تعرف حقيقة الأمر. سأقول لك حالا يا سيد المفتش، أرجوك سامحني هذه المرة. أرجوك يا سيد المفتش، كفى. إني على استعداد للاعتذار للسيد المواطن، سوف أقبل يديه وأسأله الصفح، ولابد أنه سيسامحني بعد أن يعرف قصتي ويعرف أن صغيرتي كوزيت سوف تموت إذا أنا دخلت السجن. صغيرتي كوزيت سوف تموت إذا أنا دخلت السجن، أرجوك سامحني، أرجوك يا سيد المفتش. هلأ رح نروح إلى شهادي، لصديقة لألك، يعني إنسانية مش بس درامية، منطايا حبيبة القلب، اللي بيعرفوا انه مش بس تجمعكم يعني اعمال مثل عصر الحريم وفارس الاحلام وعروس وعريس والدور الرائع التاريخي منيرة الراكسة. أوه. منيرة صاحبة الخمارة اللي راح نحكي عنه. بل صداقة، يعني في انسجام وتناغم وظهرات وجلسات وصداقة ما بتهتز حقيقة، لان القعدة مع منى بتغني للشخص، وجودها محبب كتير، وصديقة مخلصة. لو غبنا ما شفنا بعض فترة طويلة بضل فيها الرابط. صحيح. رابط المحبة اللي بيربطنا سوا. ماذا تقول منى طايع عن إلسي فرنيني؟ صداقتي بإلسي بفتكر عمرها صار يمكن 20 سنة، مع أنه ما اشتغلنا بالتمثيل أنا وياها، بس اشتغلت معي أنا ككاتبة هي كممثلة. بلشت بعصر حريم، وبعدين جرت بعروس وعريس وبفارس الأحلام، وآخر شيء بوأشرقت الشمس. مش آخر شيء، بس أنه بوأشرقت الشمس كان نوع من تحدي، لأنه هي حتى ما كانت مقتنعة أنه فيها تعمل دور منيرة، وأنا كنت عارفة أنه هي قادرة تعمل دور منيرة. سو بعد ما أنعتها بعد جهد جهيد، هي اليوم بتقلي thank you أنك أصريت علي، لأنه هي بتعتبره من أهم أدوارها. إلسي صديقة، ما بعرف شو بدي فسرها، منا برات هالزمن، منا من هالزمن، من الشخصيات العطول برات الواقع، يعني متجلية عطول، روحانية كتير، ما بهم مادية الحياة. يعني مش بسهول الإنسان بيوصل لهذه المرحلة، وصلت لها إلسي. وأنا بحب جلساتها لأنه بتعطيني كمان هيدي، تنقلي هالروحانية تبعولها. بحبها كتير، إنسانة كتير، فنانة كبيرة وإنسانة كبيرة. يعني حكيت منى كلام جميل جدا وبعاطفي، يعني وهي إجمالا ما كتير بتحب التلفزيون، بس
يعني شهيدة مميزة على طول منى، وكانت مميزة كمان بالتمثيل، بس ما عادت حبة تمثلي خاصة بفيلم غادي. غادي ما معقول الشخصية اللي لعبتها، ما معقول كيف مركبة هالشخصية وكيف لحقتها من الأول، وهالإنقلاب اللي صار عندها لما تعرفت، فاتت عبيت هالعائلة وشافت هالصبي وتعرفت، وكيف انقلبت من شخصية الامرأة الانطوائية الشريرة اللي رافضة أنه تندمج مع العالم لشخص تاني. هالقلبة هاي كتير مهمة. شو كان حلو الختام مشهدها هي وإيميل شاهين، يعني حقيقة حلوين حقيقة صحيح. لا بس تعطي منى ومسلسل، كان في عندها مسلسل يعني على طول حضورها فيه بعلم دايما. بتقولي أنت اللي كتبت لك يا منى طايع بوأشرقت الشمس، هذا الدور يعني الصعب اللي طلعك من وقارك، الراقصة المعتزلة صاحبة الخمارة التي تدعم النضاليين الوطنيين، المركب، حتى الاستشهاد، يعني كيف استشهدت بسبيل يعني قضيتها اللي مؤمنة فيها. تعتبري من أجمل أدوار رحلة العمر؟ ما في شك، ما في شك من أجمل وأكثر الأدوار يلي في نافر، دور نافر صحيح، دور كان صغير مش بكل الحلقات سبورتينج رول، بس نحكى بشخصية منيرة لحديت هلأ كل العالم فضيع. مطبوع بذكرتهم بيحكوني بمنيرة والدور يلي لعبته، يعني مع أنه ما بعرف إذا خبرتك منى، أنا قلت لها منى لا يعني مش لإلي هيدا الدور. ترددت أول شيء؟ ترددت وخفتي على صورتك يعني؟ لا أنا شايفتها فيكي، أنا شايفة فيكي هالإمرأة المقاومة يلي رح تضحي بحالة صحيح كرمال قضية نعم هي مآمنة فيها، وأنا مصرة أنه أنت تلعبي هالدور. دخلي كيف مخلص هاني بيك من التجنيد؟ منه تحت الأربعين وبدها زكاة، دافع فدية العترة على الفقير. منيرة قولك بهالظروف بعت باله العسكر اللبناني اللي حقني ويراقب الولاد، بدي شوفن القي نظرة عليهم ولنه من بعيد، بقيت رأي اتحمل ان شاء الله فكرك تطلعي على الجبل ولنه يوم بتنكر بعمل حي الله شي بس اطمن عليهم وارجع. دخيلك اعتقينا من هالقصة، مش فاضيين نركض وراكي ونفتش عليك اذا لقطوكي. زيتا منيرة وعقدين فكرت أنا عيني بعد برا ست ياسمين. مرحبا. أهلا، أكيد حضرتك الست الأمي عايشة عندها. إيه إيه صحيح، بس بعدك صبية، أمي قالت لي أني كبيرة بالعمر. ونايوية كمان تختيريني ست ياسمين؟ أنا ما قلت أني كبيرة بالعمر، قلت أنك مريضة. صحيح مزبوط، هيدي مزبوطة. سلامتك. تفضلي تفضلي. غريب شو كان حلو فعلا، كل تفاصيله ضحكتها يعني اللي اذا بدك فيها كان جرأة حقيقة. حقيقة يعني بشكرها لانه اصرت انه نجحتي بادائه هذا العمل. ماذا يقول مخرج هذا العمل شارش ليلى؟ بيقول كمان انه كيف شافك منيرة، كيف كنتي جاي تعملي هذا العمل وباي لهفة جاي تصوري الكلام؟ لا لك شرش ليلى. بونسوار روبير، بونسوار إلسي، إلسي فرنيني الست الستات. أنا كان لي الشرف أنه نشتغل سوا بمسلسل وأشرقت الشمس. هالمسلسل اللي أخذ من وقتنا كتير واللي كان عن جد أخذ جهد أكثر من 80 يوم تصوير، تعذبنا كتير بالتصوير، بالسقعة، بالتأس، بالشوب، بالجبال، بالليالي اللي نقضيها سوا. بس كتر خير الله وصلنا على النتيجة يلي بتستحق. بدي أحكي شوي عن دور الست منيرة. إلسي فرنيني أخذت هالشخصية وجزدرت هي وياها وعطيتها أبعاد
غريبة وجديدة. أول ما كنت عم أقرأ ولا إشي عبالي ولا مرة أنه تكون الست منيرة هيك بهيدا الكاركتر بهالشخصية. إنما وقتا بلشنا نحكي وبلشنا نصور شفت أنها عم تاخد هالشخصية لمطرح لأبعاد شوي غريبة حلوة جديدة. مش ممكن نشوف وحدة مسؤولة عن الخمارة هالقد البطيب، مش ممكن نشوف مسؤولة عن خمارة هالقد عندها حماس للثورة وبتشتغل على السكت، هالقد بتحكي بتهذيب، هالقد صوتها واطي. وفعلا تركتها تخدها لهالشخصية لمطرح ما هي حابة تخدها، للمطرح يلي أنا انغرمت بالست منيرة. أنا بدي أشكرك وبدي إليك بحييك والله يطول بعمرك. أنت من الجيل المخضرم يلي رافق لبنان بكل هالمسيرة الفنية. أنت شخص عاطي من كل طاقته ومن كل جسمه ومن كل قلبه للدراما اللبنانية. بحييك وبقليك الله يطول بعمرك، منحبك كتير. فعلا الشهادات كتار ليلي بحلقة ألبوم الأصالي. تحية للجميع حقيقة، تحية لكل اللي عملوا مداخلات وأغنوا الحلقة صراحة هيك وعطوها كمان زخم أكتر. مسلسلات كتار أثار على الرمال. كان زياد الرحباني عمره 17 سنة عمل الموسيقى التصويرية، مطلع السبعينيات من القرن الماضي. من الكاتب أجمل، من أجمل الموسيقى حقيقة، حلوة كتير، من أجمل موسيقى التصويرية. لعب على البيانو وقتها وبتحسها هيك بتغلغل بقلبك ما بتنسى. أثر على رمال الكاتب اللبناني بألمانيا اليوم فارس يواكيم. مبدع زياد الرحباني يعني. نعم 13 حلقة بالأسود والأبيض. مبدع يتكرر زياد. كلكم بالبيت مغرومين. يورجو على طول يعني كل ما كون أنا ويا يورجو بسيارته فيروز مع زياد ما في شك، ما في شك. ومسرحياته صحيح ومقابلاته وتعليقاته، يعني شخص ظاهرة ظاهرة ومشتاقين نرجع نشوفه. إن شاء الله بنرجع نشوفه على المسرح من جديد، يعني مشتاقين للمسرح. أثر على الرمال بالعودة لقله 13 حلقة، قصة يوسف السباعي بالأسود والأبيض باللهجة الفصحى، إلسي فرنيني ومنير معاصري في هذا العمل. كمان قصة حلوة، قصة حلوة. يمكن كان شوي لو كانت أسرع لأن كان في بطء شوي بالأحداث بالمشاهد. نعم. بالتنفيذ كان في شوي بطء يعني، بس هي قصة معروفة يعني لأديب كبير. نعم. لأديب عربي كبير و حلوة، في أجواء رومانسية حلوة، وفي الصورة كانت حلوة كتير يعني، جميلة والحوارات جدا. بس كان في بطء شوي. كنت بتمنيها تكون أسرع. أزعجك من جدي شيئاً؟ لا. ولا عبد الرحمن؟ ولا عبد الرحمن. إذن ما بك؟ في صداع خفيف. هل أحضر لك دواء؟ أخذت. إبراهيم، إنك لست كعادتك. أعرف ذلك. ألا تخبرني ما بك؟ إلسي، أنت من الممثلات اللي عملوا خرق يعني. إلي سعادة اللي كان يشتغل لزوجته عمل لك ميليا بالإخراج، وكنتوا سوا بمسلسل الوادي الكبير اللي طبعا سنة 82 اللي في أسماء كمان كبيرة، وردة الجزائرية، صباح فخري، هاني الروماني، سمير يعني شمس، سمير شمس، عماد فريد،
شو بدنا نعد أسماء كتيرة. أرأيتما؟ هذه هي النتيجة. أيها أولم ينتظرون عند عودة أبينا. يا هلا المصيبة، يا هلا المصيبة. لماذا أصدر رئيس الحرس أمره بالقبض علينا؟ هناك سر. لا تحاولي فلسفة الأزمة بأرائك الخيالية. لا ترين، نحن في ورطة رهيبة، رهيبة جدا. يا إلهي، يا إلهي، ما كان ينبغي أن تسجن نفسك معنا يا مروان. لو بقيت حرا لكنت أقدر على التفكير. أيها هولة، هدي رواحي. كنت محظوظة أنك تنوعتي بالتواقع الإخراجية وبقيتي حافظة هالود إلى درجة خبرتني زميلي ريما شيخ بوزارة الإعلام لما كنتوا عم تتكرموا، بعد شوي رح نشوف وقائع التكريم، التقيتي بندى سعادي بنت نهى الخطيب، غمرتيها وقلتي لها شو بتشبهي أمك، ومن ريحة أمها، من ريحة أمها حقيقة حقيقة. هل 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 اللطف اللي على وجهها، هالمحبة اللي بتحسها من قلبها يعني، بس تشوفني ندى هيك على طول بتركض علي وبتبوسني، يمكن لأنه كنت كمان بالفترة اللي كانت فيها الله يرحمها نهى الخطيب يعني مذيعة مميزة وممثلة مميزة. نعم. وشخصية على طول محبة كتير، محبة كتير، ما في إنساها، ما في إنساها. وجوه للأسف خالدي. يعني لما توفيت كنت ما كنت قريبة يعني تقدر تقومي بالواجب. قوم بالواجب. رح نروح نحن وياكي إلى وزارة الإعلام، يعني إلى مبنى وزارة الإعلام، إذاعة لبنان، الوكالة الوطنية للإعلام، يعني مكتب وزير الإعلام المهندس زياد مكاري اللي كرمك بحضور زوجك نائب الفنانين المحترفين جورج شلهوب. طبعا تكريم قدم لك درع تلفزيون لبنان. رح نشوف هذه اللقطات المصورة وبعدين منعلق. مبروك الدرع. Thank you. يعني هذا الدرع كتير مهم لإلي حقيقة، لأن أنا بعدني بعتبر حالي بنت تلفزيون لبنان. من هنيك بلشت ومن هنيك انطلقت، وكانت أكتر أيامي لفترة طويلة باستوديوات هالتلفزيون. وشكر كبير لمعالي الوزير حقيقة، يلي من وقت ما بلش بالوزارة الإعلام وهو حامل يعني بده ينهض بتلفزيون لبنان. صحيح. يرجع وبده يوصله يرجع للواجهة قد ما فيه بأرشيفه الحلو، بأرشيفه السمين القيم. صحيح. اللي ما رح ينعاد، وحامل هالمسؤولية على عاتقه، وعم بكرب الفنانين اللي كانت بدايتهم بتلفزيون لبنان وأعطوا أعمال خالدي بتلفزيون لبنان. له الشكر لهالمسعى اللي عم بيسعى ولهالتقدير واللي من كل قلبي بعزه. في صورة أنت وياه أصلاً هون بالبيت القديم لما أطلق شعار تلفزيون لبنان وبث، يعني كمان انت وبتجمعك انت كمان بوزير الاعلام. إلسي فرنيني، رح نروح انا وياك على جولي من ارشيفك، بس قبل الجولي بدي اقول يورجو، يعني مش معقول تكون معنا ام يورجو بالحلقه وما نطلب منه ما يسالوني عن يورجو. ما يسالوا يورجو عن إلسي هالمره. بدي اقول للمشاهدين، هو يورجو اللي وصلك اليوم على مسرح الكازينو.
بس ما عرفت انه ترك لنا تسجيل شهادي مصوره فيها كل الحب من يورغو شلهوب لإلسي فرنيني. مام ماما إلسي ست إلسي اللوس اللوشة واللوشة ونسينا تاتي. أهم شيء هلأ تاتي لإلسي. هيدول أسماء إلسي الحسنة، رح فنت كل اسم منهم. مام وماما هي لحنية إلسي واهتمامها واهتمامها فينا كلنا وعطاء كأم. إلسي بتعبر عن إلسي، روح إلسي وفكرة إلسي كمان أكيد بضبطها بمحبتها بروحها الحلوة بكل شيء بتعبره إلسي. يعني هذه ما عم بقدر أعبر كفاية لأقول شو إلسي. ست إلسي هي بأناقتها بالكلاسيكس تبعيتها برواقة بهدوء بكل شيء بتعني ليدي، بكلمة ليدي من معنى هيدي الست إلسي. وألوس بعثوا لها أخواتها ألوس كمان بتعبر عن محبة لإلا ونعومتها بالأخص كمان ورقتها. و اللوشة ولوشة هن صورة إلسي العفوية الحلوة، الرياكشنز العفوية طبعا منها كل شيء حركات عفوية، كل رياكشنز عفوية. هيدي لوشة هيك المهضومة بيطلع منها أشياء ولا أهضم من هيك بأوقات مش متوقعة. وأهم شيء هلأ بالآخر هي تاتي، مفتكر يمكن أهم لهلأ هلأ. تاتي هي ست لأولادي ان شاء الله بعد بيصير عندها اكثر احفاد. هلا الهمة على دين اكثر صار واهتمامها كمان فيهم، يعني اللي هي حتى تخطط المام والماما بعطائها وبحنيتها عليهم وقدر تجرب تعطيهم. يعني حتى وقت كانوا بقدس تجرب تروح لهونيك بكل الظروف اللي صارت لتكون حدهم لتطبخ لهم، وقت يكونوا هون شو ما طلبوا بتجرب تعطي من كل قلبها. بقى هيدي بالمختصر المفيد عن إلسي، يعني يلي تعجز هذه الكلمات عن تعبير بشكل كافي بكل محبة وتقدير. بقولك thank you على كل شيء عملتي وعلى كل شيء انت بعدك وكنتي وراح تكوني بعد، وبوصل عليك ومرسي لك روبير الصحافي الصديق وموفق ببروغرامك و thank you very much. وتحية لتليلي باي اللي أنا كمان اللي حصة من طفولتي فيه ومن شبابي كمان، تحية للجميع وميرسي لكم. يورغو فاجأتني. لا ضروري فاجأتني لأن يعني يوميا منشوف بعض يعني مرحبا بالسر. ما قال لي أنت عندك شك أنه هو صديق وبيحمل السر يورغو؟ لا فعلا مثل أمه كتوم صح. نديم ما كمل مثل يورغو، عمل بطولة بفاميليا مع منى طايع وبعدين أخذ تاني حب يجرب. نعم. حب يجرب بس ما لقى حاله بالتمثيل، لقى حاله بالإعلان أكتر وبشي في ديناميك أكتر، يعني إعلام تسويق. نعم. هيدا اختصاصه بالNDU فحب يطبع هالحلم أكتر، يمكن حس إنه في يعطي أكتر من التمثيل. بيقولوا ما أعز من الولد إلا ولد الولد. قديش مغرومة بولاد يورغو؟ يعني بتحس هيدي كيف بترجع بتعيش طفولتك وبترجع بتعيش الجناس. نعم. تبعك وبتحس إنه هيك شيء جزء منك، روحك عم بتشوفها بوجوههم بحضورهم. الله يخلي لك. ما في الواحد يشرح الإحساس غريب. يعني مزبوط بقوله ما أعز من الولد غير ولد الولد. هلأ الولد عزيز كتير وبملوا حياتنا. صحيح. أكتر يعني extension لحياتنا. عيونك عم بيلمعوا إلسي فرنيني. جولي على أرشيف أعمالك من مسلسل الصمت من إنتاج أحمد العشي، يعني بين لبنان والمملكة المغربية، إنتاج مشترك، كتابة وجيه رضوان،
لنعمل الصمت وراء نجاح مثل ما بيقول لي بنت البواب. أعمل لك فاصل من ثم آخر الكلام. أين كنت هذا الصباح؟ ذهبت إلى النهر أستحم. نستحم في النهر لأنه ليس لدينا حمام، وننام في هكذا غرفة كانت زريبة للبقر، ونستعمل قنديل زيت للإضاءة لأن الكهرباء لم تصل إلينا بعد بفضل شهامة فارس النجار وكرمه. كم الساعة الآن؟ 10 صباحا. أين هو؟ في غرفته. مساء الخير دكتور نبيل. أهلا مساء الخيرات. الآن سهدى. تشرفنا. تفضل. تفضل يا سليلة. لعلك لم تجدي صعوبة في الوصول إلى هنا. بالعكس لقد وصلت بسهولة. أرجو ألا أخذ الكثير من وقتك. من عادتي ألا أرتبط بمواعيد كثيرة في المساء، لهذا تستطيعين أن تأخذي من وقتي ما تشاءين بكل سرور. الحقيقة أن الأستاذ فؤاد دكتور مادة التاريخ هو الذي أشار علي باللجوء إليك. اجلسي. أبي، بشير يحبني وطلبني للزواج، أهذا هو الموضوع؟ موضوع كهذا لا يخجل، فلم اللف والدوران حوله؟ وما تقولين يا ابنتي؟ أطلب من الله أن يهبني قوة إسعاده. أتسمحين يا آنسة بأن تقولي ما معنى هذا كله؟ ماذا تعني يا سيد؟ ثم كيف تجرؤ أن تتحدث بهذه اللهجة مع من لا تعرفه؟ المعذرة يا آنسة، ليس هذا ما أود أن أقوله، أقصد عن معنى أي شيء كنت تسألني؟ معنى تصرفك هذا الصباح. ماذا تعني؟ انتظرتك هذا الصباح أكثر من ساعة في باحة الفندق، وبعدها تمرين فلا تلقين بالا إلى هذا الذي يترقب ظهوره. أرى أنك رومانتيكي أكثر من اللزوم. أبي، ما بك؟ يا إلهي، ماذا أفعل؟ هل الأمر يتعلق بي؟ أجل يا ابنتي. وما الحكاية؟ لقد خطبت اليوم مني. أبي، مما أعرفه أن الآباء يسعدون لمثل هذا. ولكن هل تعرفين من هو الخاطب؟ وكيف أعرف وأنت لم تقل لي؟ الأمير منصور بن المهدي، ابن الخليفة. هل تعلمين ماذا فعلت الآن؟ هل خطبتني؟ نعم، إني أسألك هل تعلمين ماذا فعلت الآن؟ وما أدراني. ألا يمكنك أن تخمني؟ أخمن؟ لقد غبت عن الغرفة وعدت فوجدتك كما تركتك، فماذا أستطيع أن أخمن؟ بالعكس، لقد حدث شيء خطير، خطير جدا. خطير جدا؟ يا للهول. هذه اللوحة ماذا تعني؟ أزهار أتخيل وجودها في الجنة. لك خيال واسع يا كلوتيل. تعجبك يا دكتور؟ أنا لا أعرف أزهار الجنة ولا أفهم هذا الأسلوب العجيب في الرسم. في كل فنان أسلوبه الخاص في تصوير الأشياء. المهم، ماذا؟ الدكتور رامون لا يستطيع فك رموز خطي، أرجو أن تنسخي له هذه المذكرات بخطي. أما لمست الحزم في كتابه؟ إما أن تسجنني في غرفة، وإما أن ترسلني إليه، أو أن تشن الغارة. قد علمت قراري بعدم شن الغارة. إذن أرسلني إليه. مش رح أقول لك ميرسي هالمرة، تما أسمع منك جواب وقح مثل العادي. لا يكون عندك مانع. مانع؟ سامر قد حاله مهما كان الفخ اللي عم بتحضر له إيه. فخ؟ تا واحد مثلك ينعجق بسامر
أكيد لازم يكون له مصلحة، بس خيي شاطر وبيفهم، ووقت الحشرة أنا بفهمه. ماذا كنت تفعل في غرفتك يا رشدان؟ أنسة رانيا، أنا أعتذر وأعترف أنني فعلا اقترفت خطأ فادحا بحقك وبحق الجميع. هناك من دخل المكان خلسة وعاد بسرعة، لو كنت تحرس المدخل كما يجب لما حصل ذلك. أعدك أعدك يا آنسة رانيا أنني لن أغمض عينا واحدة بعد اليوم، وسوف أكون حارسك الأمين. لا يهمني، قم بوظيفتك بحراسة المدخل كما يجب، وإلا أرجو منك ألا تخبر السيد رياض بما حدث، لربما طردني من العمل. وأنت يا آنسة ندى، هل ستخبرين السيد رياض؟ هل أخبرتي؟ لا. شكرا. هل أستطيع الاحتفاظ بهذه الصورة؟ انتبه يا رشدان، لا أريد أن يتكرر ما حدث اليوم. الحساء إجباري هذه الليلة وكل ليلة. تنتقمين مني يا بنت؟ لا، أنا فتاة مطيعة، ما زلت أذكر كل كلمة قالتها لعمتي وأنا صغيرة عن أهمية الحساء وضرورة تناوله كل ليلة. كما تريدين. يبدو أن منى لا تنسى شيئا من طفولتها. وماذا تريدني أن أنسى؟ لا شيء، لكل حال لم أقل أني أريد شيئا. طفولتها طفولتك أمر واحد، أنت ومنى شخص واحد، أنت في طفولتها وهي في طفولتك. لكننا لم نكن واحدين. ماذا قلت؟ قال أنت أيضا في طفولتنا يا عمتي. شوفين فيها كتر خير. لا حديث. يعني هي احترقت ونحن فيها مظبوط، بس نفجرها نحن وفيها لا. يعني هذا هون احنا بدنا نسأل عن الخطورة بالموضوع، يعني بنفس اللحظة رح نكون نزلنا يعني. اي في ثواني الحقيقة. الحقيقة عصام صرنا معرضين 4-5 مرات لحوادث مش طبيعية بالفيلم، وعم نطلب من الله إنه نزمت من هالممر الأخير بسلامة. بالفعل صاروا 4 حوادث لم مش طبيعيين اطلاقا. انا بدي اسال هون انه مثلا هذه فيها نوع من الخطوره، يعني بالنسبه يمكن للنساء بصوره خاصه بيعدوا للعشره اكثر من اي شاب، فما بعرف هو يعني كرمال السينما اللبنانيه لازم نجاسف شوي. بعدين عندها 2 ابطال قدامها، يعني ما في مشكله انه خطوره او شيء. عفوا. هل تعملين هنا؟ نعم يا سيدي، اسمي نعيمة. سمعت. هل تشرب قهوة أم شاي؟ سأترك لك حق الاختيار. حسنا، عن إذنك. أين سيدتك؟ يعني الآنسة سناء؟ في غرفتها. أهي لطيفة مثلك؟ وهل أنا لطيفة؟ ظننت أنك السيدة لولا أن... شكرا، شكرا لك على هذه المجاملة. ليست مجاملة، كان هذا شعوري فور دخولي إلى هذا المكان. سيدتي، أعني الآنسة سناء، علمتني كيف أتصرف في استقبال الضيوف. وصولاً إلى آخر الكلام بحلقة ألبوم الأصالي مع الأصيلة إلسي فرنيني من التلفزيون لبنان ببيتها الإعلامي، من جديد أهلا وسهلا فيكي إلسي. مرسي روبرت. كنا عم نقول بمطلع الحلقة مش ما ننسى شيء إنه كتار سموا إلسي تيمناً فيكي. بإحدى المرات سمعت الملحقة الإعلامية إلسي بدور بالمراكز دور عم بتقلك أنا أهلي سموني على اسمي. شو جاوبتها أنا؟ شو جاوبتي يا لها؟ قلت لها بعرف، لأن كل أسامي إلسي يلي إجوا من بعدي كلهم مسمينهم أهلي على اسمي، لأن ما كان في اسم إلسي بلبنان. صحيح، مثل إلسي أبي عاصي الإعلامية كتار. كنت أنا هالشي يزعجني وقت أطلع بال كان في شهادة البروفي. نعم. قبل البروفي كان في سيرتيفيكا، بعدين البروفي. بتعرف كنا نقرأ الجريدة
لحتى نشوف أسمائنا بكل هالجريدة، ما لقي اسم تاني إلا إلسي. أنت إلسي جابت الاسم الله يرحمها عمتي من أفريقيا الجنوبية، ساوث أفريكا. نعم. ست صديقتها إنجليزية، بنتها مسميتها إلسي. إلسي بس خلقت أنا، قالت لهم لأهلي شو رأيكم تسموها إلسي، مش ناعم هالاسم فعلا قصير، ودغري وافقوا قالوا لا. وكرت الأسماء اليوم في لبنان يعني صاروا كتار، يعني إذا بتطلعي هلا بنتائج كل واحد بحل اسمه مثل ما هو. صحيح. سميتي يا سميتي كيفك؟ أول شيء بشرفني كون بهذا البرنامج وسبشالي بهيدا الحلقة بالتحديد، واسمحوا لي كمان أقلكم إنه اللي ما عنده تاريخ ما عنده مستقبل، وحتى لو بالفنون. مشان هيك روبير شابوبا على هيدا البرنامج. أما بالنسبة لموضوع اسمي ياسميتي، دايما لأنه هيدي الكلمة بيني وبينك، فقصتي شوي غريبة. أنا ستي اسمها أليس، وأنا أول حفيدة ببيت بدور، فلأنه اسمها أليس فالصراحة برطلت بي وطلبت أنه يكون اسمي على اسمها، فبرطلته وقلت له روح سمي هالبنت على اسمي. وكانت ألسي فرنيني ضاربة بكل السوق اللبناني، فراح بي أخذ هالمصاري مرضي أخذ هالمصاري وراح سمى ألسي بدور، ربح هالمعيلتين. إجا لعندها قالت له فرجيني الهوية، ما رضيت ستة ذكية أنا طلعت على ستة، قالت له فرجيني الهوية ما رضيت فرجيها الهوية، قالت له في أغلاط بالأحرف في حرفين مقلوبين فأنا طلعت اسمي ألسي بدور وليس أليس بدور على اسم ستي، وطلعت أنا اسمي ألسي بدور على اسم ألسي فرني صراحة كان إلي الشرف كون اسمي ألسي على اسم ألسي فرنيني، وكان رح يكون إلي الشرف كون اسمي أليس بدور على اسم ستي. هيدي الصراحة المطلقة. ولأنه أنا ستي الله يرحمها كنت حبها كتير كمان، وعندها شخصية كمان كانت كتير قوية، وكنت حبي كمان ألسي فرنيني تتعرف عليها. فهيدي هي قصة ألسي وأليس، وأهلي كانوا كتير يحبوا ألسي فرنيني. يعني بتعرفوا بفترتها كانت ألسي فرنيني يعني مشهورة، يعني أكتر من نار عن عالم، يعني كانت هي الفم فتال بالنسبة لكتير عالم. فأنا تسميت على اسمها، وتكون صريحة أكتر بس صرت كتير قريبة منها وصارت سميت كل الوقت من عيط لبعضنا. كل ما كنت شوفها وبعدني لليوم، بعدني لليوم كل ما شوفها بس اطلع فيها وهي جاية عني بعيد، بطلع فيها بقول الله يرحمك يا أمي ويطول لي بعمرك يا ست ألسي، يا ريت بعد أمي موجودة بس تعرفك عليها. يمكن أنت الوحيدة، مش يمكن، أنت الوحيدة يلا بتمنى أن أم تكون موجودة تعرفك عليها، يطول بعمرك. عاشت الأسامي. أحمد وكريستينا، يعني اشتغلتي مع مروان حداد كثير من الأعمال، يعني أي أحمد وكريستينا كان كلوديا مارشاليون، إخراج سمير حبشي، مميز كثير بنصه وبإخراجه بأجواءه، أجواءه اللي فيها ضيعة بيها كمان القضية مثل ميليا اللبنانية اللي عالجها بالقصة، عالجتها كلوديا مارشاليون. كتير كان مميز. نعم. أحمد وكريستينا كتير مميز، من عنوانه بيستفزك. صحيح. أحمد وكريستينا الزواج المختلط، الحب المختلط، كان متقن العمل. صحيح. وإخراج رائع جدا لسمير حبشي. في عدو ثابت تقريبا بالمراكز دار اللي بلشت حكايتك انت وياهم، كرموكي بالبدايات
بالسنوات الأولى مثل ما شفنا صور تكريمين. لألك تكريمين شفنا صور لألك. التكريم الثاني كان سبيشالي لدوري لمنيرة يعني في صور أنت بتجمعك بالمراكز مع نجلاء فتحي، شفنا صور بلبنان لألك مع فاتن حمامة. يعني اللي بتحبيهن كتير. هو على كل حال هيدي ظاهرة فنية نعتز فيها نفتخر فيها، وبفتخر أني على مدى سنين طويلة أنا باللجنة التحكيم مع الميراكس دور والدكاترة فادي وزاهي عليهم. فادي وزاهي يعني هالشغف اللي عندهم للفن وللفنان اللبناني والفن بكل مجالاته الحقيقة. وذكرتهم يعني الطرية مش معقول وما في شيء بيجي بلا شغف روبرت. حتما ما في شيء هيك بيجي from nothing يعني كل شيء بيجي بكون فيه مظبوط من القلب طالع من المحبة الحب الكبير لإلهم. حتى أنت إلسي بدي أقول شيء يعني عن إلسي في لجنة الحكم، حتى لما بيكون يورجو ولا مرة بتجرب تسوق يورجو، يعني قديش محايدة بالعضويتك طبعاً. حتى إذا مسلسل ما بتحبه ما بتقصى بالحكي يعني أكيد لأنه بتعبري بتصويتك بدون يعني النهاية كل إنسان يمكن عم بيعمل قد ما هو شايف أو قد ما هو عنده إمكانيات، بس المهم نحن كلجنة بده يكون فيها المصداقية إنه الجائزة ما بتروح غير للشخص المستحق، والحقيقة هيدا اللي عم بيصير. السنة أنت منك موجودة ملايكتك حاضرة بدون ما نفوت بتفاصيل. هالسنة مني موجودة إيه لأنه حبيت أخذ شوي بريك نرجع بدون ما نفوت بتسريبات. ماذا يقول فادي حلو، ماذا يقول زاهي حلو عن إلسي فرنيني صديقة العمر؟ منشوف سوا. إلسي فرنيني من الوجوه الراقية كتير بالدراما اللبنانية، وكمان هي بالبداية كانت كإعلامية كمان راقية وخفيفة وما بتزعج حدا، وعطول هيك مرورة مثل النسمة يعني بتحس يعني هيك كتير خفيفة ما بحيتها حدا أو بتحسها عصبة، بتضل رايقة عطول عندها البيس هيك هالسلام الداخلي اللي كتير حلو. حتى يعني وقت بتكون مريضة موجوعة ما بتخلي اللي حواليها يحسوا، يعني مؤخرا مثلا أنا كطبيب شفتها بالعيادة كانت هي ويورجو وكانت كتير موجوعة وكانت رافضة تدخل على المستشفى مع أنها كتير موجوعة، فرجعنا بالقوة دخلناها وثقة أنه كان لازم تدخل على المستشفى بالحقيقة. فتتشوف ده الإنسانة اللي فعلا بتضلها خفيفة على الكل ما بتحب تزعج حدا. بعدين تجربتنا معها يعني صرنا سنين نحن وياها صداقة وعم تكون معنا بلجان تحكيم بالميراكس، بتشوف قد هي كتير موضوعية وقد هي كمان هيك بكل موضوعية بتحكم وما بت يعني ما بتدخل القصص الشخصية أبدا، هي أصلا ما عندها عداوات مع حدا، بتحسها بتحب الكل والكل بيحبوها، وهيدي شغلة نادر ما تشوفها بالوسط الفني. شهادتي بإلسي مجروحة مثل ما بقوله، طورت هالعلاقة من إعجاب من معجب بأعمالها وبتابع لها كل مسلسلاتها وأفلامها وحب أتصور معها إلى صداقة توطدت يمكن على حجة الميراكس، وصرنا مثل العيلة مثل الأهل دايما نلتقى ونطمن على بعض. فشهدت فيها كتير مجروحة ومميزة لأنها فنانة كبيرة بعطاءاتها وإنسانة يعني نادر وجودها، إنسانة رقيقة حساسة ما بتزعج حدا ما بتضايق حدا وعندها محبة بتغمر الجميع فيها. صديقة العمر، وقديش في مسلسلات فيون عمر يعني رحلات العمر مدى العمر، وقديش اشتغلتي مع صهر والعمر غفلة مروان نجار، قديش كمان اشتغلتي الله يرحمه الله يرحم روحه. يعني حقيقة مروان كان وقع موته مفاجئ، كان صدمة انك تخسر انسان صار لنا يعني قديه بدي اقول 50 سنة نصف قرن لما فات عبيتنا
وتزوج اختي فريال. فريال موجود بحياتنا، موجود بيومياتنا، بنصوصه، بذكاه سريع صراحة، ذهن الحد، تعليقاته وال شو بدي احكي عنه، احلى عمل، بدي احكي احلى معه. عمل قدمك فيه مروان نجار. اوه مش بس عمل واحد، كان يشوفني، كان يشوفني بالقصة اللي عم يكتبها. لما عمل طالبين القرب يلي فيه حلقات متفرقة، صحيح، شافني بحبة مسك مثلا، امه ليورجو هالست يلي هيك شخصيتها بتشبه شخصيتي، هالقد شو بدي اقول يعني، المحبة والراقية والرايقة والمتزنة. ما حلو الواحد يقول عن حاله، بس فعلا بس انه هو بيشوفني بالادوار يعني، بطالبين القرب حلقة تانية مع يورجو لماما. كانت حلوة الحلقة، جميلة جدا. لماما كانت حلقة كتير مميزة، انا و فيفيان انطونيوس لماما، ما كان فيها يورجو، لا انت فيفيان، بس في حلقة تانية مع يورجو. هلا بتعرف قد ما صرنا حكيين وقد ما صرت عملنا خلطة كبيرة، اي كانت كتير 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 مميزة يعني. انا كنت صرت بعمر الثلاثينات، تقول 37 او 38، فكتب لي قصة مفصلة خصوصي لهالمرحلة الانتقالية من حياتي، يعني ما عدت بالعشرين والثلاثين، صرت بهالعمر. نعم. وبعدها يعني محافظة الست على وجودها وينغرب فيها شاب صغير، يعني هي متأملة انه ياخد بنتها، بترجع بتعمل هالحبكة اللي هو بيشتغلها بكتير ذكاء، الحبكة انه بتفرجي للشاب انه مش انا لإلك، بنتي لإلك. طريقتها الذكية، أيام بتعم وبتروح وأشخاص بفلوا من هالدنيا بيتركوا بصمات، هي اللي بتخلدهم. مثل ما صح. اليوم أعمالك إلسي هي اللي عم بتخلدك، قلت لي مش ناسي شيء فعلا، لأن ولا ممكن ننسى شيء من اللي قدمتي. أنت قدمتي أشياء مش لننساها، لتبقى بالبال وبالوجدان وبالذاكرة. الأسئلة خلصوا، ألبومات كتيرة، تكريمات كتيرة، وجوه كتير مرقوا بحياتك. أنا قبل ما أعطيك الكلام الأخير اللي رح نختم فيه، بدي أقول أنا دايماً بقلك أنت الليدي إلسي فرنيني. بإحدى المرات رح نشوف صورة صغيرة، نزل صورة فيها خطأ مطبعي بالميركس دور إلسي فرنجية بدل إلسي فرنيني، عم نشوفها بالميركس. قلت لها القلوب بتجنسك قبل لويحة الشطب، أهلا وسهلا فيكي. هيك منعبر لك عن محبتنا، ضيفي عزيزي من أهل البيت. شكرا لك. أنا بشكرك كمان، بشكرك على كل هالتحضير يلي اشتغلت عليه، وعلى محبتك وتواجدك بحياتنا. شكرا على هالكلام، تصبحوا على ألف خير. المرأة الفقيرة بتتعرى بالشتي
والمرة الغنية بتتعرى بالصيف. عذرني مولينا، ما عندي تياب لبدل، غسلة تيابي. شو اسمك؟ اسمي نجحة. شو اسم جوزك؟ فليحين. شو كان يشتغل لما تجوزتي؟ تاجر. وشو كان يشتغل قبل ما تجوزتي؟ كان خطبني مولينا. يمكن اتعلم التجارة بخطبتك من كتر ما تجارتي فيه بالهدايا، ما هي؟ العفو مولينا. بشو مات جوزك؟ مات. شوفي، أنا ما بطيق اللي بيعرجوا بكلامهم. حضرتك علقته على حبل المشنقة. ليتني أراه مرة ثانية. لا تستسلمي للوهم، أسابيع مرت على ذلك اللقاء، أنت لا تعرفين حتى اسمه. أشعر بأنه سيعود. كلما لاحت صورته في خيالي يخفق قلبي بشدة، وكأنه يريد أن يقفز للبحث عنه. السلام عليكما ورحمة الله وبركاته. السلام على الرقة والجمال، وعليكما السلام. ما بال مليحتنا لا تجيب السلام؟ وعليك السلام يا خالة.